الماضي البسيط. الماضي البسيط بسيط زي المضارع بسيط بسيط كده. الماضي البسيط بسيط بقى قالك الماضي البسيط بيكون من ايه؟ فاعل وفعل ومفعول. ايه يا عم ده كده المضارع بسيط. اه صح تصدق ولا فعل في الماضي ولا تزعل. بس يعني اي بلاي تنس انا بلعب تنس. عايز اقول انا لعبت اي بلايد بس بلايد. كل اللي اعمله الفعل في المضارع اخليه فعل في الماضي. طب ازاي اخلي الفعل المضارع ده ماضي؟ قالك عندك نوعين من الافعال. في فعل بسميه منتظم وفعل غير منتظم. قالك يا سيدي الفعل المنتظم ده بجيب الفعل في المضارع وزود له دي او اي دي او اي اي دي. احنا قلنا المره اللي فاتت ايه؟ اس او اي اس او اي اس في المضارع في الماضي دي او اي دي او اي اي دي. تمام؟ طيب يعني ايه فعل منتظم؟ الفعل المنتظم هو اللي بيبقى الماضي بتاعه زي التصريف الثالث والاثنين بحط لهم اي دي. يعني بجيب المضارع مثلا زي يوز اخرها اي. قال لك لو الفعل اخره اي حط له دي بس يبقى يوز وحط لها دي. يبقى التصريف الثالث بتاعها ايه؟ يوز. ده برضه زي دي. ده يبقى فعل منتظم. بلاي في الماضي احط لها اي دي يبقى بلاي يد. التصريف الثالث بلايد برضه. ده الفعل المنتظم. الماضي بتاعه زي التصريف الثالث بالظبط. بضيف له دي او اي دي او اي دي بقى ماضي وبقى تصريف ثالث. فده وده زي بعض. الفرق بينهم في دي. وهنا الفرق في دي. تمام؟ طيب قال لك بقى لو الفعل انتهى بواي بحرف ساكن قبله حرف واحد متحرك يعني مثلا زي ستوب. حرف البي ساكن قبله الاو متحرك قبله التي ساكن. في الحاله دي بضيع في الحرف الاخير يعني ستوب اهي. اقوم مزود كمان بي وبعدين احط اي دي ستوب. تمام؟ بس لازم يكون اخر ثلاث حروف من على اليمين من هنا كده ساكن متحرك ساكن. في الحاله دي بضيع في الحرف الاخير وبعدين احط اي دي. طيب لو عندي مثلا كلمة زي دي كلين اضعف ولا ما اضعفش؟ اضعف الحرف الاخير ولا لا؟ لا لا. ليه؟ لان ايوه لان ده حرف ساكن اه بس قبله اتنين متحرك. لا احنا قلنا لازم يكون حرف واحد متحرك. في الحالة دي كلين زي ما هي بحط لها اي دي. تمام؟ طيب الحالة التالتة قال لك لو الفعل انتهى بواي وقبلها حرف ساكن. قال لك الاول بص على اللي قبل الواي لازم يكون ساكن. لو ساكن زي المضارع بالظبط كنت بتشيل الواي وحط اي اس في الماضي شيل الواي وحط اي دي يبقى استدد. سهلة؟ تاني اول حاجه لو اخره اي حط دي بس. لو اخره حرف ساكن قبله حرف واحد متحرك بزود الحرف الاخير كمان مره وبعدين احط له اي دي. لو اخره واي قبلها حرف ساكن شيل الواي وخليها اي اي دي. فهمة؟ فيها مشكلة؟ طيب الفعل غير منتظم قال لك ده بيتحفظ بقى يا باشا. ليه بيتحفظ؟ لأن كل واحدة فيها ممكن تلاقي مثلا فعل التلاتة شبه بعض زي كات كات الماضي كات التصريف تالت كات. ممكن تلاقي الأول زي التالت زي رن رن ران رن. ممكن تلاقي مثلا التاني والتالت زي بعض بس الأول مختلف. ممكن تلاقي الأول والتاني زي بعض بس التالت مختلف. مالهاش قاعدة. تمام؟ فعندك مثلا جو الماضي بتاعها وينت تصريف تالت جن جن go went gone eat ماضي ايه ايت ما الايه بعدها حرف متحرك نطق ايه زي ما هي ايت. التصريف الثالث eaten eaten drink الماضي drank. التصريف الثالث drunk. فده غير ده غير ده. ممكن تلاقي التلاته زي بعض زي ما قلت لك زي cut الماضي cut التصريف الثالث cut. لا بط بوت مش بط بوت بوت بوت. تمام ريد 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 اسمها بوت مش بط. بط معناها لكن. تمام يا شباب؟ يبقى كل اللي انا بعمله ان انا بجيب الفاعل وبجيب بعده الفعل في الماضي. يعني بدل ما اجيب جو احط وينت بقى ماضي. قلت لك اي جوت سكول انا بروح مدرسه. قلت لك حط لي يسترداي بدل ما اقول اي جوت سكول اقول ايه؟ اي وينت سكول. بدل ما اقول اي ايت فيش قلت لك مثلا لاست ويك الاسبوع اللي فات يبقى ايه؟ اي ايت مش ات. قلنا الايه بعدها حرف متحرك نطق ايه زي ما هي اي ايت فيش. طيب قلت لك مثلا اي درينك كوفي قلت لك ايه مثلا لاست نايت امبارح بالليل يبقى اي درينك كوفي.
يبقى كل الفكره عشان احول من مضارع لماضي ان الفعل في المضارع خليه فعل في الماضي بس. هو ده الفرق. I drink coffee انا بشرب قهوه ده مضارع. I drank coffee انا شربت قهوه ده ماضي. I use مثلا my pen to write بستخدم قلم عشان اكتب. عايز اقول استخدمت قلمي. I used my pen. I play tennis عايز اقول لعبت تنس. I play tennis. I stop مثلا at the station بقف في المحطه. عايز اقول وقفت في المحطه امبارح. I stopped stopped at the station. I clean my room عايز اقول نظفت اوضتي. I cleaned my room بس. I study English بذاكر انجليزي عايز اقول ذاكرت. I studied English. كل الفرق بين المضارع والماضي المضارع بحط فعل في المضارع الماضي بحط فعل في الماضي بس. فاهم مشكله؟ طيب بسال مين بقى في الماضي؟ قال لك بسال بديد ومن في بديدنت. مع مين بقى ديد وديدنت؟ بيجوا مع مين؟ مع كل الضمائر. قال لك يا سيدي خلي بالك بقى ديد دي بتيجي فين؟ زي دو داز بالظبط. قلنا في السؤال مكانها فين؟ قبل الفاعل. قبل الفاعل في الاول خالص. طيب ديدنت بتيجي في النفي بعد الفاعل. ايوه مكانها بعد الفاعل. فعملت لك جمله مثلا قلت لك ايه؟ زي بلايد تنس at the club yesterday. هم لعبوا تنس امبارح في النادي تمام او yesterday at the club مش هتفرق. قلت لك زي بلايد تنس yesterday at the club. قلت لك يا سيدي بقى ايه اول حاجه نفيل الجمله دي. طيب انا نسيت هي بتاخد ديد ولا ديدنت. نسيت لا يكون في نفس الوقت يا اخي كلنا بننسى اعمل ايه؟ قال لك لو نسيت بقى اشوف يمين بياخد ديد ولا تحط لي واحد يوم حاطط لي واز اوير يقول لي زي واز بلايد او زي وازنت بلايد جبت واز منين يقول لي اصلها ماضي انا مالي يا عم امال واز ما فيش حاجه بتيجي من دماغك عموما ما عدا دو وداز وديد دول مش موجودين في الجمله انت بتجيبهم من عندك. امال واز هتلاقيها موجوده عندك في الجمله واز وير هتلاقيها موجوده هاز واهاف هتلاقيها موجوده از وار هتلاقيها موجوده ويل وكان وكود ومي ومايت والحاجات دي كلها هتلاقيها موجوده في الجمله ما تجيبهاش من دماغك. هما ثلاثة بس اللي انت بتجيبهم من عندك دو وداز وديد. قلت لك بتبص على الفعل لقيت فعل في المصدر هسال بدون في بدونت. فعل محطوط له اس اسال بداز وان في بدازنت. فعل في الماضي زي ده هسال بديد وان في بديدنت هسال بديد وان في بديدنت. طيب عايزين في الجمله دي زي بلاي تنس ات كلاب يسترداي. طيب انا نسيت هي بتاخد ايه. اقوم باصص في هنا فعل مساعد مفيش حاجه صح الفعل ولازق فيه الفعل على طول. بنبص على الفعل لقيته فعل في الماضي بسال مين بديد وان في بديدنت من غير ما احفظ اي حاجه. انت بتبص على الفعل بس هنا مفيش فعل مساعد مفيش از ولا ار ولا واز ولا وير ولا ويل ولا كان ولا اي فعل مساعد صح. تقوم بص على الفعل ده لقيته فعل في الماضي يبقى اسال مين بديد وان في بديدنت تمام. طيب عايزين ننفي مين في بديدنت بتيجي فين قبل الفعل ولا بعده؟ ديدنت بعد الفعل. مين الفاعل؟ زي. يبقى زي ديدنت بلاي. طب ليه بلاي؟ شنو احنا قلنا قبل كده دو وداز وديد دو وداز وديد ودونت ودازنت وديدنت بيجي بعدهم فعل في المصدر فرجع الفعل الاصله فبلاي دي رجعت لاصلها. يبقى كل اللي عملته اني بلاي خليتها ديدنت بلاي بس. طب تنس زي ما هي تنس زي ما هي وات ذا كلاب زي ما هي ويسترداي زي ما هي كل حاجه زي ما هي. كل اللي انا عملته بس ان بلاي ديت شفتها لقيتها فعل في الماضي مفيش قبلها فعل مساعد فنفيت بديدنت فحطيت قبلها ديدنت وديدنت بيجي بعدها فعل في المصدر فرجعت الفعل الاصل اللي هو مين؟ بلاي. تمام كده؟ طيب عايز اسال نفس الكلام ما عندكش فعل مساعد فعل في الماضي اسال بمين؟ ديد قبل الفعل. مين الفاعل؟ زي. يبقى احط ديد فين؟ الاول يبقى ديد ها؟ زي ايوه بلاي برضه. طب ليه بلاي مش بلاي؟ عشان قلنا ديت بيجي بعدها فعل في المصدر. بديت زي بلاي وتنس زي ما هي وات ذا كلاب زي يسترداي كل حاجه زي ما هي. ات ذا كلاب يسترداي. طيب عايز اجاوب طبعا يس زي ديت او نو زي ديدنت يس او نو واكس. اي سؤال بادئ بفعل مساعد قلت لك في اي زمن يس او نو واكس يبقى يس زي ديد او نو زي ديدنت. اي ليه؟ انا بقول لك ديد زي تقول لي اي انا مالي ومالك انا بقول لك اسالك عليهم هم لعبوا ولا ما لعبوش
انت مشاكلك الشخصيه بتاعتك انت، انا مالي يا عم الحاج، دخلنيش في حياتك. طيب اسال وات. اول حاجه قبل ما اسال وات هتشوف لي وات الاول، بتسال عن ايه في الجمله وتشيله. وات بتسال عن مين؟ انا غير العاقل. انا غير العاقل. مين غير العاقل في الجمله دي؟ تنس. اول حاجه هتشيل مين؟ تنس. لو اسال وات يبقى خلاص هنشيل دي. تمام. تاني حاجه احنا قلنا اي سؤال في اي زمن ده استفهام فاعل مساعد فاعل فعل، فحطينا وات في الاول اداه الاستفهام اهي، وبعدين لازم فعل مساعد. فعل في الماضي بسال بمين؟ بديد. وبعدين فاعل فعل زي بلاي ات ذا كلاب يسترداي. جمله كلها زي ما هي، كل اللي انت عملته حطيت بس وات ديد. تمام. زي اهي زي ما هي. بلاي برضه رجع لاصلها عشان في عندك ديد بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى بلاي ات ذا كلاب يسترداي. كل حاجه زي ما هي. كل اللي عملته ان انا شلت الاجابه بس. تمام. طيب لو عايز اسال بوير، وير معناه ايه؟ اين. بتسال عن مين؟ عن المكان. عن المكان. فين المكان هنا؟ يبقى نشيله قبل ما نعمل اي حاجه. يبقى وير هنشيل ده عشان وير. طب ده هنشيله مع وير؟ لا هنرجعه تاني مكانه بقى. احنا شلناه مع وات. طب خلاص وات مشت، هنسال دلوقتي بوير. نفس الكلام وير. لا استنى بس طول بالك، احنا قلنا الاول أداة الاستفهام فعل مساعد فاعل فعل. أداة الاستفهام ايه؟ فعل مساعد. عندك بلاي فعل في الماضي بسأل مين؟ فعل في الماضي بديد، يبقى وير ديد. وبعدين الفاعل كمل بقى الجملة زي ما هي، زي بلاي تنس يسترداي شال مين؟ أت ذا كلاب بس، يبقى وير ديد زي بلاي تنس يسترداي. بالظبط. اسال وين. وين بتسال عن مين؟ عن الوقت. شيل الوقت اللي هو مين؟ يسترداي. شيلوه الاول من الجمله. هسال وين اهو، يبقى وين اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل. اداه الاستفهام وين، فعل مساعد ديد عشان عندي فعل في الماضي، بعدين الفاعل زي الفعل، وكمل الجمله زي ما هي. ها تنس. ايوه. يبقى السؤال الاول بيقول لك ايه؟ What did they play at the club yesterday؟ لعبوا ايه في التنس في النادي امبارح؟ اقول له ايه؟ زي بلاي تنس. السؤال الثاني بيقول لك Where did they play tennis yesterday؟ لعبوا تنس فين امبارح؟ اقول له ايه؟ At the club. السؤال الثالث بيقول لك When did they play tennis at the club؟ لعبوا تنس امتى في النادي؟ الاجابه زي بلاي تنس yesterday، لعبوا تنس امبارح. فانت لما تيجي تعمل سؤال اول حاجه بتشيل الاجابه من الجمله قبل ما تعمل السؤال اصلا، بعد كده لازم اعداد استفهام فعل مساعد. 90% من الناس العباقر زي حضرتك كده يقول لك ايه؟ وات زي بلايد يسترداي، وات زي بلايد، وات يو لايك، وات هي وانت. فين فعل مساعد؟ لازم فعل مساعد، لازم اعداد استفهام فعل مساعد، ما عدا كام حاجه كده ما بيجيش بعدهم فعل مساعد ناخدهم بعد كده بالتفصيل. تمام؟ امال اعداد استفهام وات وير وين واي والحاجات دي كلها لازم يجي بعدها فعل مساعد الاول على حسب الجمله بتاعتك. تمام. قالت عندك فعل في الماضي زي ما قلت لك، عندك فعل مساعد ايا كان، يعني لقيت هنا عندك مثلا از او ار او واز او وير او هاز او هاف او ويل او كان او كود او او شال او شود او ماست او هاف تو او اي فعل مساعد من دول اسال بيه. يعني مثلا ايه؟ اي شود ستدي، يبقى وات شود اي دو. اي ويل ستدي، وات ويل يو دو. اي كان ستدي، وات كان يو دو. اي ام ستدينج، وات ار يو دوينج. هي از ستدينج، وات از هي دوينج. هي واز ستدي، وات واز هي. تمام. هي ويل، يبقى وات ويل هي. هي كود، وات كود هي. هي وود، وات وود هي. وات واكس في كل الازمنه ما عدا المضارع البسيط والماضي البسيط ما عنديش فعل مساعد، انا اللي بجمل عندي. ببص الاقي مفيش فعل مساعد، ببص على الفعل في المصدر هجيب دو، بحط له اس هجيب داز، في الماضي هسال بديد. اوكي. از ذير اني بروبلم؟ في مشكله؟ طيب احنا دلوقتي عملنا الجمله والسؤال والنفي وكل حاجه، استخدمه ازاي او امتى؟ بص احنا هناخد استخدامات الماضي البسيط بالتفصيل لما يجي ناخد المضارع التام، لان هما الاثنين عكس بعض بالظبط، يعني عكس بعض في كل حاجه. تمام. بس هناخد دلوقتي فكره عنه كده. اقول لك اول حاجه يا سيدي عشان استخدم الماضي البسيط، قال لك مواقف لحظيه في الماضي. يعني ايه مواقف لحظيه؟ الحاجات اللي بتحصل ما بتاخدش وقت. يعني مثلا محمود خبط الكوره في الجراج مثلا، خبطة الكرة في الجراج دي بتستغرق قد ايه من الوقت؟ ثانية. هي الكرة خبطت، الخبطة دي بتاخد قد ايه؟ ثانية.
فالمواقف اللحظيه دي تاخد ماضي بسيط مش ماضي مستمر. تمام. امال اللي هو بقى رخم وقاعد يخبط الكوره في الجراش ده ماضي مستمر؟ اه والله حاجه استمرت لفتره في الماضي بس ده ماضي مستمر. امال هو خبط عربيه خبطتني وانا ماشي، خبطت العربيه دي في لحظه، كسرت كوبايه في لحظه. تمام. فالحاجات اللي بتاخد المواقف اللحظيه اللي هي ما بتاخدش وقت طويل دي بستخدم فيها على طول ماضي بسيط. طب حاجه استمرت فتره طويله ماضي مستمر، زي ما قلت لك مثلا هو خبط الكره ومشى ده ماضي بسيط. امال لما فضل قاعد يخبط الكره في الجراج طول ما هو بيلعب ده ماضي مستمر. تمام. طيب تاني حاجه قال لك عادات في الماضي. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه، انا ايام ما كنت في المدرسه كنت بروح كل يوم مشي، وكنت باخد مصروف مش عارف ايه، وكنت بجيب مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ذكريات صح؟ اي كل الحاجات دي كلها كانت بتحصل في الماضي، عادات في الماضي، كل ده برضه بستخدم معاه ماضي بسيط. يبقى اول حاجه قلنا مواقف لحظيه في الماضي، زي ما قلت لك مثلا ايه، اي بروك ا جلاس يسترداي، انا كسرت كوبايه ازاز امبارح. تمام. تاني حاجه قلنا عادات في الماضي. فاكرين لما جينا ناخد المضارع بسيط وقلت لك ان always usually often sometimes rarely never مش شرط تيجي مع المضارع بسيط، ممكن تيجي مع الماضي عادي. طيب انا عايز استخدمها مع الماضي، زي ما اقول لك مثلا ايه، I always went to school on foot، اللي هو انا كنت دايما بروح المدرسه ماشي، انا ما عادش بروح المدرسه خلاص. تمام. فايام ما كنت بروح المدرسه كنت بروح المدرسه ماشي، فانا هنا بتكلم عن عاده في الماضي فاستخدمت معاها ماضي بسيط، I always went to school in foot. امال لو عايز اتكلم عن عادة دلوقتي، I always go to school in foot، انا متعود اروح مدرسه ماشي. امال كنت متعود اروح ماشي، فاقول ايه، استخدم فعل في الماضي، ما كنت بعمل حاجه. ده بالنسبه ل لو هي جايه لوحدها، يعني الجمله او الزمن بتاعي حدث واحد. طب لو عندي حدثين، حاجتين حصلوا، قال لك يا سيدي اول حاجه لو حاجه حصلت وخلصت وبدات حاجه تانية بعدها على طول، يعني مثلا خلصت مذاكره ونمت، خلصت لعب ودخلت خدت دش مثلا، اتغديت ونمت، اتفرجت على التلفزيون وبعدين قمت ذاكرت، فحدث خلص وبعد ما خلص بدا حدث تاني، في الحاله دي الاثنين بيبقوا ماضي بسيط. ماضي بسيط، ماضي بسيط، بس بشرط ان يكون الحدثين حصلوا ورا بعض على طول، مفيش فاصل زمني. لو في فاصل زمني هيبقى ماضي تام ماضي بسيط وحاجه ناخدها بعدين. لا مش متستغرقش وقت، الحاجه بعد ما خلصت بدات الثانيه. يعني انتوا قاعدين من الساعه 2 صح؟ ساعه ما اقول لكم يلا الف سلامه هتعملوا ايه؟ اطلعوا جري على التوك توك صح؟ يبقى ماضي بسيط، ماضي بسيط، مش شرط انك تكوني قعدتي فتره طويله او قصيره، الفكره ان دي خلصت وبعدها بدات دي، ان حاجتين بداوا ورا بعض على طول. مفهومه؟ طيب لو عندي بقى حاجه كانت بتحصل وحاجه قطعتها، يعني مثلا قاعدين شويه كنت بشرح لكم، تليفون رن، ايه اللي حصل؟ جيت بصيت سبت الشرح وجيت بصيت على التليفون اشوف مين اللي بيرن. او مثلا كنت قاعد بذاكر تليفوني رن، قاعد بذاكر ابويا نادى عليا، قاعد بذاكر كهرباء قطعت. فالحدث الاول اللي كان مستمر او اللي كان شغال ده ماضي مستمر. الحدث اللي قطعه، الحدث الاول اللي كان مستمر يبقى ايه؟ ماضي مستمر. الحدث اللي قطعه يبقى ماضي بسيط. يعني اقول لك مثلا ايه، I studied then I slept، ذاكرت وبعدين نمت، فحاجة خلصت مذاكرة وبعدين نمت، فالأول ماضي بسيط والتاني ماضي بسيط صح؟ أمال لو أنا بقى وأنا بذاكر مثلا أبويا نادى عليا أو تليفوني رن، فأقول لك إيه، I was studying، ماضي مستمر بقى اللي هو was aware و ing، I was studying when my phone رانج، كنت قاعد بذاكر فتليفوني رن، ايه اللي حصل؟ سبت المذاكره وديت على التليفون. تاني استخدم ماضي بسيط امتى؟ قلنا مواقف لحظيه في الماضي، I broke a glass، a car hit me، حاجه حصلت في لحظه ما تاخدش وقت. تاني حاجه عادات في الماضي، حاجه كنت متعود اعملها زمان، وقلنا ان always usually often sometimes or rarely never اللي هم ظروف التكرار، مش شرط يجوا مع مضارع، ممكن يجوا مع ماضي، ممكن يجوا مع مستقبل عادي خالص. تمام. زي هنا قلت لك ايه، I always went to school in foot. ثالث حاجه قلت لك لو عندك حدثين حصلوا ورا بعض على طول مفيش فاصل زمني، يبقى الاثنين ماضي بسيط، ماضي بسيط، ماضي بسيط. زي ما هنا قلت لك I studied then I slept، خلصت المذاكره نمت. لو حاجتين بقى حاجه كانت بتحصل وحاجه قطعتها، الحدث الاول ماضي مستمر، الثاني ماضي بسيط. فقلت لك I was studying when my phone rang، كنت قاعد بذاكر فتليفوني رن فسبت المذاكره عشان اشوف التليفون، ده الطبيعي بتاعنا صح؟
بس.